الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي منزعج جدا، وسبب ان في الفترة الاخيرة انتحل شخص مجهول اسمه، واوهم مجموعة من الصحفيين انه بيستعد عشان يسجل برنامج جديد هيتكلم فيه عن سيدات المجتمع، وهيتعرض على احدى الفضائيات العربية. وشخص النصاب ده بيتفق مع الصحفي على الشغل في البرنامج، وبيبعت رسالة على موبايله فيها كود، وبعد كده الصحفي بيتصل بالكود ده، وقتها بيقدر انه يسرق من حسابات البنوك الخاصة بالصحفي ده. وطبعا المتحدث الرسمي باسم القناة الفضائية دي نفى ان يكون الشافعي يستعد لأي برنامج جديد، واكد ان الشافعي مشغول بتجهيز برنامج عرب ايدل وبس.